كما أكد وزير الآثار أن الكشف الأثري يوضح للعالم الطرق المستخدمة قديما في عملية التحنيط، مشيرا إلى أنه تم اكتشافه حتى الآن 35 مومياء. والكشف النهاردة هو كشف أثري هام جدا، لأنه مرتبط بحاجة كلنا عايزين نعرف عنها الكثير والكثير، وهي التحنيط وطرق التحنيط وورش التحنيط والأدوات المستخدمة في التحنيط. لقونا فيها بقايا جنائزية رائعة من الكارتوناج، ماسك الرائع اللي هو الفضة المغطى بالذهب، مجموعة كبيرة من تماثيل الأشبتي، أواني الأحشاء المعروفة بالأواني الكانوبية، الفخار والأواني اللي كان بيتحط فيها الزيوت والأدوات التي كانت تستخدم في التحنيط. لقينا تحت أكتر من 5 توابيت حجرية، واحد بس اللي اتفتح حضراتكم هتشوفوه، تشوفوا الموميا اللي جواه وعليها البقايا المذهبة. في 4 توابيت حجرية لسه مغلقة، ما نعرفش اللي فيها. الكشف ما خلصش، لسه في أبار تانية، لسه في فتحات جانبية هنعرف أكتر. احنا عندنا هنا مجموعة من المستويات، كل مستوى فيه مجموعة من المومياوات. دكتور رمضان قال لنا دلوقتي ان هم اكتشفوا حتى الآن 35 مومياء.